السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الاتصالات. اليوم سوف نريكم كيف ننزل الموسيقى على هواتف الايفون. اول شيء يكون عندك برنامج الايتونز مثبت على الحاسوب. اول شيء نثبت الايتونز. عندما نثبته طريقة سهلة في التثبيت، يعطينا هكذا الدخول اليه. نشبك الايفون بكابل USB. نشبك الايفون بكابل USB وننتظره حتى ينشبك مع برنامج الايتونز. كما ترون الايفون لقد شبك مع الايتونز. ونذهب الى هذه الايقونة الذي مكتوب عليها ميوزك. نحن في الميوزك اصلا. نذهب الى الاغاني الذي حملناها على الحاسوب ونضعها على برنامج الايتونز. كما ترون الموسيقى كلها هي هنا مثبتة. الآن سوف نذهب إلى الآيفون والدخول إليه. سوف يعطينا إعدادات الآيفون كلها على برنامج الآيتونز. نذهب إلى ميوزيك ونجد هذا الخيار سكرونيزي لا ميوزيك. غير مفعلة، تكون غير مفعلة هكذا على هذا الشكل. نفعلها على هذا الشكل ونذهب الى سكرونيزي والضغط عليها وننتظر قليلا حتى تبدأ التحميل في الايفون. ننتظر قليلا. كما ترون هنا علينا بالانتظار قليلا. الآن بدأت الموسيقى بالتحميل على الآيفون كما ترون. الطريقة سهلة، علينا الانتظار حتى تنتهي الموسيقى بالتحميل والذهاب إلى الآيفون. وسوف نجدها في الآيفون محملة كلها، جميع الموسيقى التي حملناها سوف تجدونها على الآيفون. الآن حملت الموسيقى. الذهاب الى هنا، سوف نزيد 12 مقطع دخلت في الايفون. شكرا لكم على المشاركة. اذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بزر لايك و